اذا هذا الملتقى ديال اليوم تنحتفلوا به اولا بالسنه 23 عام من اصدار جريده العالم الامازيغي. وهذه المناسبه رأينا اننا نتناول واحد الموضوع اللي هو الامازيغيه في العداله. وعلاش؟ لان المغرب فتح واحد الورش ديال اصلاح المنظومه ديال العداله، ولكن تم تغييب الامازيغيه، خصوصا ان في اي دوله ديمقراطيه ضروري اننا يعني الرجوع او ملائمه القوانين مع الدستور. وحنايا في الحاله ديال المغرب فالدستور 2011 ينص على رسميه الامازيغيه، وبالتالي فجميع القوانين يجب ان تلائم مع منطوق هذا الفصل هذا. كذلك ان يعني القوانين هي قوانين يعني تكون ثابته لضمان الاستقرار والامن القانوني، فما يمكنش كل سنه او كل سنوات ثلاث سنوات او اربع سنوات نبدلوا القانون، فالقانون تيتبدل مره على شحال. فهذه مناسبه باش انه نراعيو هذا المعطى ديال تفعيل طبع رسمي للامازيغيه، باش انه تتم خصوصا في العداله. والعداله هنايا تنعنيو بها انه تكون في المحاكم، وكل قاضي له الحق في التفاعل والاستجواب او الاستنطاق المتقاضين باللغات اللي تيفهموها في الامازيغيه بتعابير ديالها الكامله. ولو ان في القانون التنظيمي يعني التعديل ديال القانون التنظيمي كاين فصل اللي تينص على ان اللغه العربيه هي لغه التقاضي، ولكن كاين واحد الاحاله للقانون التنظيمي. والمشكل ان هذا يعني هذه الاحاله ولا هذا الفصل تيبقى ديما مبهم وما تيعطيش صلاحيات وما تيفتحش الباب امام القاضي باش انه يهضر باللغه الامازيغيه في حالات كان القاضي يتكلم بهذه اللغه. وعندها كثار في جميع المناطق، ولكن هذا القانون خصو ينفتح اكثر ويكون واضح وملزم يعني باستعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في التقاضي. وهذه مناسبة أخرى ديال أننا نكرم واحد الرجلين اللي هما الأستاذ الحسين الملكي والأستاذ أحمد الضغني المرحومين الله يرحمهم، اللي هما عطاو الكثير في الأمازيغية وكذلك الحقوق اللغوية والثقافية. هذه مناسبة أننا نكرموهم ونبينوا بلي أن هاد الناس هاد وقفوا معنا وعمرنا ما نساوهم، خصوصا مع هاد اللقاء اللي تنظموا مع هيئة المحامين، مع النقابة ديال المحامين من هنايا بالرباط. وبهذه المناسبة تنقدم لهم الشكر على الدعم والتعاون بدون شرط وقيد. شكرا. وكنظن بأنه سؤال محوري وأساسي، لأن اللغة الأمازيغية أولا هي لغة رسمية بمقتضى الدستور، ثانيا بأنه العدالة اليوم في حاجة باعتبار التغيرات والتحولات التي عرفت السلطة القضائية ورسالة النيابة العامة ومجال العدالة بصفة عامة. طرحت السؤال، لماذا إهمال اللغة الأمازيغية في التقاضي هو لازال غائبا عن ليس المشرع ولكن عن السياسي اليوم، عن الفاعل السياسي؟ بمعنى نحس بأنه رغم وجود طبعا الفصل الخامس من الدستور، رغم وجود قانون تنظيمي، رغم وجود مؤسسات اللي هي اليوم جامدة لأسباب تطرح أكثر من تساؤل، كنلاحظوا أيضا بأنه كاين واحد التناقض ما بين الخطاب والإرادة السياسية المعبر عنها، ما بين المؤسسات اللي تم خلقها على مستوى النصوص، ولماذا هذا التغييب، لماذا هذا التردد، ولماذا هذا التذبذب. وغنعطي نموذج بسيط حتى أكون واضح.
بعض احيانا كيقدر تيجي نص واحد ولا مقتضى واحد يشوش على كل المكتسبات التي حققت. واعود هنا الى التنظيم، الى قانون متعلق بالتنظيم القضائي الذي يقر صراحه بانه ستظل اللغه العربيه هي اللغه الرسميه وهي لغه الترافع وكذا، واشاره الى في نفس الوقت اشاره الى تفعيل تدريجي اللغه الامازيغيه في مجال. وبالتالي ما كاينش واحد انسجام، ما كاينش واحد انسجام ما بين هذه الاراده المعبر عنها وبين النصوص وما بين الدستور وما بين الممارسه الفعليه والميدانيه. وبالتالي هذه اللحظه ديال اليوم، هذا المنتدى، وحنا في هيئه المحامين بالرباط نولي هذه المساله اهميه قصوى، وسنتحمل مسؤوليتنا كهيئه في المساهمه في تعليم اللغه الامازيغيه بالنسبه للمحامين، ستكون اختياريه، وسنشجع زميلتنا وزملائنا على تعليم اللغه الامازيغيه. وطبعا هنا كنستحضروا كل المنجز الايجابي انطلاقا من خطاب اجدير والى حين الدستور 2011. اليوم هنا في اوسيان في كونغري وطني امازيغي، تلت كونغري وطني امازيغي مع جميع اسوسياسيون مونديال امازيغ بارتنير ديال لا فونداسيون. Les Amazighs, les hommes libres, sont le partenaire naturel d'une fondation qui milite pour la liberté. Aujourd'hui, on traite la question comment la culture amazigh et la langue amazigh peut être introduite aussi dans le système judiciaire au Maroc. Le système judiciaire, c'est l'interface de la démocratie. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il y a énormément de pertinence dans cette thématique. Et on remercie nos partenaires pour cette initiative.